ربي إني نذرت
كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما شاء الله سندر تلاوت کچھ ماشاءاللہ جزاك الله جزاك الله ما افتح عليك يا حبيبي فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني فتقبلها ربها
بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. كده كده يا حبيبي انت اسد. وكفلها زكريا كلما دخل عليها أنا لك ذا القول
احمد بن يوسف الازهري. الله اكبر. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين عبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سم سم بارك الله حياك الله طاب الله في العلم يا استاذ. قل يا صدق الله العظيم.